ريكاردو لمجموعه كسر الاطار. وبدون اطاله ساحيل الكلمه الى الدكتور جمال سلامي للحديث عن بالنسبة للمباراة إن شاء الله مباراة مهمة لنا في مسار دراسة الأبطال. جينا حاضرين لتونس باش نحققوا نتيجة إيجابية لأن مازال عندنا جوج ديال المباريات والمباراة ديال مباراة مهمة بالنسبة لنا، خاصة أننا غنواجهوا فريق قوي، فريق ترجي متصدر المجموعة ديالنا، فريق اللي ما تسجلوش عليه أهداف، فريق اللي قوى بشكل كبير في الآونة الأخيرة خاصة المشاركة ديالو في كأس العالم للأندية. حنا عندنا الطريقة ديالنا واللعب ديالنا، نتمنى إن شاء الله أن اللاعبين تيكونوا فورما جاهزين، لأن مهم جدا الأبداء من الناحية البدنية أن يكونوا حاضرين نظرا لتراكم المباريات في الآونة الأخيرة عندنا والإصابات اللي حرمتنا من مجموعة من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا في المباريات المهمة. حتى مباراة مهمة ولكن مباراة غير حاسمة، ولكن النقاط ديالها إن شاء الله غادي تكون مهمة بالنسبة لنا في انتظار المباراة الأخيرة في الدار البيضاء إن شاء الله. أسئلة؟ طيب جمال، عشنا اليوم الحماس تأهل المنتخب الوطني الفرنسي، غدا المغاربه يتصدروا النتيجه الايجابيه امام قنبراديس، اكيد انك ستدخل المواجهه بكراسي تام جوجتها اصابه بعض اللاعبين والتوقيفات، ثم هناك عامل ضغط المباريات، كيف تحضر لهذه المواجهه؟ وكنعرفوا فريق الترجي اللي سجلوا حتى هدف وقوه ومنيع في الميدان ديالو. اولا هنيئا لنا كاملين على التاهل ديال المغربي كاس العالم كرة اليد، انجاز مهم للرياضه المغربيه. نتمنى ان شاء الله اننا كذلك نحققوا نتيجه ايجابيه هنايا بفرنسا، لان النقاط اللي ممكن ناخذ منها غتكون مهمه جدا لنا ان شاء الله. بطبيعه الحال الجميع تيعرف الاكراهات اللي تنواجهوها برمجة في ضغط المباريات في الإصابات، نظن بأن لعبنا 13 مباراة في 50 يوم الأخيرة، يعني معدل كل مباراة في 3 أيام، وبالتالي صعيب أنك تاخذ تباري بهذا الشكل هذا في ظل إكراهات ديال الإصابات، ولكن غدا إن شاء الله الدعائم الأساسية ديال الفريق هي جاهزة. حاضرين لتونس باش نواجهو خصم قوي بطبيعة الحال، كما شرط أنه حصل ليه واحد زيادة في الإيقاع وثقة، خاصة من بعد المشاركة ديالو في كأس العالم للأندية، شفنا كيفاش الفريق أصبح أكثر انسجام رغم مغادرة بعض اللاعبين، ولكن أصبح عنده إيقاع مرتفع، عنده ثقة كبيرة في اللاعبين ديالو. تنهني معين الشعباني على التغيير اللي حصل في الفريق منذ التولي ديالو للفريق، لان شفنا كيفاش الطبع ديال الفريق تغير من السنه الماضيه لهذ السنه، ولكن حنا الرجاء حنا عندنا دائما القوه ديالنا وعندنا الحضور ديالنا، وبالتالي حنا فريق محترم جميع احترامنا، وغدا ان شاء الله نتمناو اننا نكون في الجاهزيه ديالنا باش الجماهير ديالنا اللي غتنقل هنايا لراس، نعرف اننا جايه بعدد كبيره، انا ان شاء الله نرجعوا فرحانين حنا وياها في انتظار المباراه الحاسمه ديال الاسبوع المقبل ان شاء الله. شفتي جمال يقدر في 72 ساعه كان عليكم انكم تلعبوا ماتش عن البطوله الاحترافيه، ارتاحوا وسافروا لتونس، كيفاش عملتوا مع هذا المعطى؟ يعني شفنا اللاعبين في المطار كيعانيوا من بعض العياء ولغيتوا حصه تدريبيه بالامس اللي كانت مقرره بالعشيه، كيفاش تعاملتوا مع هذا المعطى؟ واش الرجاء بالفعل يكون جاهز غدا من اجل مواجهه الترجي؟ حنا بالنسبه لنا الخصم الاول لنا في الفتره الاخيره هي الاصابات ديال الغيابات، لان لاعبين مهمين تغيبوا علينا في مباريات متعدده، تنسترجعوا اللاعبين من بعد تغيبوا لنا اللاعبين الاخرين. حنا تنشوفوا الامام، تنشوفوا
أن أربعة أسابيع المقبلة يعني من بداية من نهاية الأسبوع ديال غدا إن شاء الله عندنا في الأسابيع المقبلة عندنا ثلاث نهايات مهمة جدا، ثلاث مباريات في نهاية الأسابيع مهمة عندنا غدا إن شاء الله غادي نواجهوا الترجي، ثم نهاية الأسبوع المقبل غادي نواجهوا فيتا كلوب، ثم نهاية الأسبوع اللي بعده غنواجهوا في مباراة الإياب مولودية الجزائر، ثم ان شاء الله في حال التاهل ديالنا غادي نلعبوا نصف النهائي ديال الذهاب، وبالتالي عندنا هذا الشهر هذا مهم جدا، عندنا الاولويه استرجاع اللاعبين المصابين، ثم اننا نحققوا نتائج ايجابيه لان مباريات حاسمه بالنسبه لنا في مشوار هذا الموسم ان شاء الله. طبيعه الحال كاين العياء كاين الاكراهات، ولكن هادشي كله ظروف الا بغيتي تلعب على مجموعه ديال الواجهات خصك تكون قادر انك تحملها. نتمنى ان شاء الله ان غدا نكونوا جاهزين، لان الطريقه اللي تعاملنا بها مع هذا الضغط هذا خاصه بعد السفر ديال البارح، حاولنا اننا نبقاو في الفندق، لغينا الخروج ديالنا من الفندق والتدريب على ارضيه الملعب باش على الاقل نعطيو اللاعبين فتره ديال الراحه ونسترجعوا المؤهلات ديالهم. اليوم عندنا حصه تدريبيه نشوفوا الحاله ديال المتولي في المواصلات وحميد احداد لانهم كانوا تيعانيو من بعد المباراه الاخيره ديال اليوم الاربعاء، واهم شيء هو من الناحيه البدنيه نقدروا اننا نجاريو الايقاع ديال الترجي ان شاء الله، لان عندنا مؤهلات لاعبين ديالنا تمتازوا بالمؤهلات وقادرين على انهم يديروا الفرق غدا ان شاء الله. تكون انك عندك اسبوع ديال الاشتغال وانك تتحضر مباراه في اجواء عاديه مناسبه، تنشوفوا بان فريق الترجي هذا الاسبوع ما جراش مباراه في وسط الاسبوع، جرى مباراه في وسط الاسبوع الماضي مع نجم الساحل، وهذا الاسبوع تعطاته فرصه في انه يحضر المباراه ديالنا عكسنا احنا اللي كانوا عندنا تنقلات كثيره ولعبنا مباريات وسط الاسبوع متابعه، وبالتالي بالنسبه لنا حنا من الناحيه الذهنيه عندنا لاعبين اللي عندهم تجربه، عندنا لاعبين اللي عندهم مؤهلات المستوى، لاعبين مباريات كبيره، ولكن من الناحيه البدنيه لازم اننا نكونوا جاهزين لان تنعرفوا لابيسيديتي ديال اللاعبين داخل الملعب، التفكير ديالهم والتوقعات ديالهم والحسابات ديالهم تتركز بشكل كبير على الجانب البدني، لانه اذا كان جاهز بدنيا فهو غيكون قادر على انه يتعامل مع جميع اطوار المباراه. احنا عندنا الثقه في اللاعبين ديالنا ان شاء الله، نتمنوا غدا ان النتيجه تكون في صالحنا. شكرا. تفضل. كوتش جمال، السؤال ديالي غيكون شويه سيغ لو كونتي تكنيك تاكتيك بلوتو لا فورماسيون، لكن ممكن تعطينا اون ايدي على الاونس دي بار اللي غيكون غدا سيرتو في المكان اللي فيه شويه ديال المشاكل اللي هو لاغيغ دي زاغيغ اغيغ هو راهيغ. بالنسبه لنا اللاعبين اللي غيكونوا جاهزين في الحصه التدريبيه اليوم هما اللي غادي نعتمدوا عليهم غدا، لان تعرفوا بان عندنا اصابات في المراكز عندنا غيابات، وبالتالي غادي نحاولوا اليوم نوضعوا بعض السيناريوهات اللي ممكن تمشي لها المباراة، وبالتالي ممكن يكون دويك على اليمين، ممكن يكون جبيرة على اليسار لكا، فممكن يكون عندك إله مذكور ما نعرفوش شنو يوقع، وبالتالي هادو هما الخيارات المتاحة عندنا غدا بانتظار عودة اللاعبين الأساسيين والمصابين لهاد المراكز. سي جمال، أول هزيمة ديالك مع الرجاء الرياضي هذا الموسم كانت مع الترجي التونسي بعد الريمونتادا امام الوداد، من بعد شفنا ان ديكليك مع فريق اللي جا من بعد لا فيكتوار ضد ايس فيتا كلوب اليكس ديغيغ، ومن بعد ادوميسيل مع لا جي اسكا. واش اليوم جمال السلامي في مباراه الغد غياكد الصحوه ديالو مع فريق الرجاء الرياضي؟ بالنسبه
احنا المباراه ديال غدا مباراه مهمه بالنسبه لنا، ولكن ماشي مباراه حاسمه، لان غننتظروا النتيجه ديال فيتا كلوب مع شبيبه القبائل غير مقبل منا، ثم اننا غادي ندخلوا المباراه اعتبارا هذيك النتيجه واعتبارا المباراه المقبله. حنا ما عندنا التخوف من حتى شي خصم، التخوف الوحيد ديالنا والاكراهات الوحيده هي الغيابات، لان الا تواجدوا اللاعبين ديالنا كاملين معنا فحنا ممكن نواجهوا اي خصم. وبالتالي في ثلاثه المباريات الاخيره الجميع شاهد ان اللاعبين اللي تيسجلوا تيتصابوا من كان، يعني بن حالي سجل لنا جوج ديال الاهداف في طنجه ثم انه تصاب، عبد الاله حافظ سجل لنا جوج ديال الاهداف في بركان تصاب، حميد احداد سجل لنا في وجده وتصاب. وبالتالي اكراهات كبيره في الوقت اللي تنشوفوا مثلا الترجي التونسي فهو عنده واحد الانتظام في التشكيله، يعني التركيبه البشريه والتشكيله اللي تلعب بها المباريات دائما في تشكيله قاره، بالتالي هذا تيدير واحد الفرق بين المستوى ديال الفرق. ولكن حنا ممكن ملي نسترجعوا اللاعبين ديالنا ان شاء الله ممكن اننا ننافسوا على الواجهات اللي تلعبوا عليهم، وفي انتظار هذا الشيء تنوضعوا سيناريوهات باش نجاريو مباريات ومقابلات اللي تتكون مهمة لنا في المسار ديالنا، خاصة في المسار ديال رصد الأرض. كابتن جمال نحن مع شو بين سبورت، طبعا قلت نقطة هام انه مباراة على الساعة 5 تنطلق ما بين شبيبة القبائل وفيتا كلوب، ومنها يمكن يكون الترشح قبل مباراة لكل من الرجاء والترجي، فترشح ان شاء الله. فهل جمال سلام يفكر في المرتبة الأولى وأنه سينازع على ثلاث نقاط، أم أنه في ظل هذه الإكراهات التي تحدثت عنها بإذناب من إصابات من إجهاد بدني فأنه الأولويات هي الترشح ورغم التفكير في الخروج بأخف الأضرار بالنسبة للفريقين وحتى التعادل يمكن يربي الفريقين؟ بالنسبة لنا كأولوية هو التأهل، وبالتالي المعطى ديال المباراة اللي غتسبق المباراة ديالنا مهم جدا في التعامل مع مجريات المباراة ديال ضد الترجي. في انتظار رجوع اللاعبين المهمين فحنا ترجي